اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الجنب لا يقرأ لأن الجناب حدث أكبر والحيض مثل ذلك والنفاس مثل ذلك، فقالوا لا تقرأوا الحائض ولا تقرأوا النفساء حتى تطهرا. واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وذهب آخر من العلم إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ والنفساء كذلك عن ظهر قلب، لأن مدتهما تطول، النفساء تأخذ أيام كثيرة والحائض كذلك تأخذ أيام وإن كانت النفساء أكثر منها، فلا يصح أن يقاس على الجنب، الجنب مدته قصيرة، إذا فرغ من حاجته في إمكانه يغتسل ويقرأ، أما الحائض ليس في إمكانها ذلك حتى ينقطع الدم، وهكذا النفساء فهما في حاجة إلى القراءة. قالوا والحديث الذي لا يقرأ لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن حديث ضعيف، وعافاه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ورواية عنه ضعيفة، وهذا القول هو الصواب، يجوز للحائض القراءة وهكذا النفساء لما تقدم، لأن مدتهما تطول ولأن القياس على الجنوب لا يصح ولأن الحديث الذي فيه النهي عن القراءة ضعيف. فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وفي غير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف بل عن ظهر قلب، أما إذا احتاج إلى المصحف فيكون من وراء حائل، تلبس قفازين أو من وراء ثيابها الأخرى الصفيقة وتفتش عند الحاجة المصحف تنظر الآية أو يحفظ عليها بعض زميلاتها حتى تقرأ إذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب.